السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بلوف سوفت فيديو ديفل تات قناة. إن شاء الله النهاردة هنكمل أو جزء جديد من أجزاء دورة عمل قاعدة بيانات لاعبي ريال مدريد بلغة سي بلس بلس. إن شاء الله النهاردة هناخد دالة التعديل على اللاعبين. التعديل على اللاعبين إننا نعدل في قاعدة البيانات بتاعة اللاعبين، نعدل بقى سواء سنتر، نعدل الستيت بتاعته، نعدل النيم، نعدل الايدج، نعدل الاي ديز زي ما أنت عايز. هشرح لك النهاردة بس في شوية قواعد كده. اول قاعده معانا ان احنا ما ينفعش نعدل جوه الملف، بمعنى يعني احنا الملف الداتابيس بتاعتنا مش هنقدر نعدل عليها لانها طبعا ايه بعكس ماي سيكول او سكيول لايت القاعده البيانات دي تقدر تعدل عليها بسهوله، لكن الملفات العاديه اللي هي دوت داتا دوت تكست مش هينفع نعدل عليها. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل ملف تاني، واخد بالك، ايديت فايل زي ده كده، هنفتح اف ستريم ناخد منها كائن تاني، ايديت فايل هنفتح ملف نعمله ندخل جواه الداتا زي ما انتم شايفينها في الشكل اللي معاكم ده حضراتكم، ان الداتا فايل دي الداتا بيس بتاعتنا وده الايديت فايل اللي احنا هنفتحه. دي الداتا بتاعتنا الاصليه، هندخل جواه جوه الايديت فايل الداتا المتعدله، بعد كده هندخل تاني الداتا اللي متعدله دي في الفايل تاني. واخد بالك؟ ركز معايا عشان يعني لو في حاجه سقطت منك تبقى انت مركز، فهشرحها تاني يعني دلوقتي. فاحنا لما بندخل الداتا دي اوريدي احنا بنمسح الداتا اللي جوه اللي هو الفايل، الا بقى لو انت هتعملها اي او اس نقطتين جنب بعض اب. هناخدها ان شاء الله في داله الانسرت. مش عايز اطول عليكم، ندخل في الموضوع على طول. اول حاجه هنعمل كائن من الاف ستريم اديت فايل، نفتح نعمل داله نسميها اديت، نسميها اديت اي حاجه، نعمل سيستم سي ال اس عشان نمسح بقى اللي هو بياخد مننا اليوزر والباسورد اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت. هناخد من الشار الام اللي هو الام بي تي اللي هو بيتجاهل اي اللي هي الاوبجكت او الام بي تي اوبجكت اللي في الفايل اللي هو سلاش ان اللي احنا لما بننزل سطر، بعد كده الاي دي، بعد كده النيم، بعد كده الستيت، بعد كده الايدج اللي هي الحروف اللي احنا هنجيب منها البيانات للبرنامج بتاعتنا من الملف. هنعمل هنا متغير جديد اسمه انكر اي ان سي ار، اي اسم بقى انا جاي في الاسم، الاسم ده جه في دماغي ساعتها. هنعمل له نوع بول فولس، ده بيخلينا ان احنا بنقول للكومبايلر او البرنامج الاي دي ده موجود ولا لا اساسا. هشرح لك كل ده بعد كده. ننزل نعمل دو، نعمل حلقه دو عشان لو الاي دي اللي هو دخله، طبعا احنا هنجيب هنعدل في بياناته، هو هجيب البيانات بالاي دي بتاعه. طبعا لو الاي دي اللي هو جابه مش موجود اساسا في قاعده في البيانات في قاعده الداتا بيز مش هيقول له نوت فاوند، بعد كده هيرجع له تاني يفتح الملف، هيطلب منه ان هو يدخل الاي دي اللي هو عايز يعدل عليه. هنفتح الملف قاعده البيانات بتاعتنا اهي الداتا، قبلها طبعا بنفتح الفايل اللي هو الايديت اللي احنا هندخل فيه البيانات المتعدله، نفتحه بصيغه اي او اس اوت، احنا هنخرج له بيانات، والداتا بيز هنفتحها بخاصيه ان اللي احنا نجيب منها حاجات. هنعمل هوايل، لو طالما انت ما وصلتش لنهايه الملف جيب البيانات من المستخدم السطر، جيب السطر ده وحط كل كائن في المتغيرات دي. هنقول هنا اف لو تي ار سي ام بي، هنقارن بين الاي دي اللي هو جابه والاي دي اللي المستخدم دخله. والله لو هي بتساوي صفر خش هنا، هنقول له سيستم سي ال اس، هنطبع له البيانات اللي بتاعت الاي دي ده هنا، فكان هنقول له انتر نيو فاليوس، هيدخل الاي دي سي اوت اي دي، بعد كده ساين دوت اجنور، بعد كده ساين دوت جيت. ساين دوت اجنور دي بتخلي الساين دوت جيت يعني الساين دوت جيت دي يعني عامله زي الساين العاديه اللي انت بتدخل فيها، بس ساين دوت جيت دي يعني لما انت بتدخل مثلا اسم، مثلا اسم والاسم الاب يعني مثلا محمد، مثلا محمد احمد مثلا، فانت بتدخل بين احمد ومحمد مسطره بالصين العاديه مش هيقدر يقرا المسطره دي، لان هو بيقراها متغير جديد فبيقف عند المسطره دي بياخد اللي قبل المسطره، لكن الصين دوت جت بتاخد المسطره، بتاخد بكل علامات انت بتديها له. طبعا في مشكله في الصين دوت جت، ان هو في الصين دوت اجنو في الصين دوت جت ساعات بيتجاهلها وساعات بيمشي البرنامج على طول، فاحنا بنمنع المشكله دي بان احنا نحط صين دوت اجنور في كل بيانات احنا بنطلبها من المستخدم. بعد كده بندخل الايديت اي دي ده، بندخل لها البيانات اللي احنا جبناها المتعدله يعني بالمعنى اصح. فلو مثلا اللي هو جاب الاي دي وده الاي دي اللي في الداتا بيز بتاعتنا هو الاي دي رقم واحد مثلا، هو دخل رقم واحد، فاحنا بنبعت له الايديت فايل بتاعتنا بنبعت له اي دي والنيم، ونحط بينها طبعا الحاجات بتاعتنا اللي هي الالف اللي هي من غير همزه دي اللي مش عارف اسمها ايه، مش عارف سنستره ولا شرطه مش مهم، اللي احنا بنفصل بينها وبين البيانات.
وبنقول انكر ترو. دلوقتي احنا بنقول للكومبايلر ايه؟ بنقول له ترو يعني صح، يعني انت لقيت خلاص البتاع بتاعتك. بعد كده بينزل else، هو طبعا هيلف البرنامج تاني. طبعا احنا مش محتاجين ان احنا نلف البرنامج تاني، فانت ممكن تعمل بريك هنا، نعمل بريك نكسر الحالة التكرارية دي. خلاص انت لقيت يعني ولا خلاص انت لقيت البيانات بتاعتنا. بس حد هيقول لي ايه يعني، حد ذكي كده هيقول له طب انا هفرض انا كسرت البيانات بتاعتي، طب هو كده مش هينقل البيانات التانية؟ اه صح، يبقى كده مش هينقل البيانات التانية، يبقى احنا مش محتاجين خالص بريك دي، لان احنا في بيانات تانية احنا بننقلها. الالس تنزل في الالس، لو الاي دي بتاع، لو الاي دي ده انت ما لقيتوش برضه اعمل نفس الحكايه، انقل الاي دي والنيم والستيت والايدج اللي انت جبتهم وحطهم في الايديت فايل. كده احنا نقلنا البيانات بقى، سواء متعدله مش متعدله احنا بننقلها بعد كده نرجعها تاني. والله هنقول له ايه؟ اف لو الانكر بفولس، واخد بالك طبعا احنا خدنا نسخه من البيانات اللي موجوده في الداتا بيز، مش البيانات كلها، مش قط، لا احنا خدنا كوبي، يعني في دلوقتي ملفين موجودين، يعني احنا دلوقتي ايه بنقول قابل للملف ده نحطه في الايديت فايل. والله هنقول له ايه؟ لو الانكر بتساوي فولس نوت فاوند، بعد كده اقفل اقفل الداتا بيز بتاعتنا واقفل الايديت فايل عشان نقدر نرجع لهم تاني ونرفعهم ونرجع الاول تاني. هنقول له هو الانكر بتساوي فولس، والله لو الانكر بتساوي فولس ارجع تاني واطلب منه واطلب منه الاي دي والحاجات دي، واعمل نفس الحكايه لغايه ما تلاقي الاي دي بتاعه. والله لو هي ترو مش هيخش الحلقه التكراريه دي تاني، هينزل تحت هيفتح خلاص والله الاي دي دلوقتي ونقل كل البيانات. هنفتح طبعا احنا ايه قفلنا هنا قاعده البيانات بتاعتنا والايديت فايل بتاعتنا. هننزل تحت هنلاقي الايديت اندر سكور فايل، بنفتح الملف تاني بس بصيغه ان، ان احنا هندخل ان احنا هنجيب منه بيانات، اللي هو الايديت فايل هنجيب منه بيانات نحطها في قاعده البيانات بتاعتنا الاصليه. ادي جت نفتح قاعده البيانات بتاعتنا واخد بالك، وبنفتحها بصيغه اوت اللي احنا هندخل لها بيانات. هنقول له والله لو طالما انت ما وصلتش لنهايه الملف اللي هو الايديت فايل واخد بالك، انقل كل الملف، جيب السطر ده وحطه، جيب السطر، جيب الاوبجكت ده، جيب الاوبجكت ده، كل جيب كل الاوبجكت وحطها في الاي دي والنيم والستيت والايدج، بعد كده انقلهم تاني للداتا للقاعده البيانات الاصليه. بعد ما ينقل كل ده خلاص هو وصل لغايه الملف، بعد كده بنقفل الداتا بيز بتاعتنا، بعد كده نقفل الداتا، بعد كده نعمل ريموف. داله الريموف دي بتمسح الايديت فايل، بتمسح الملف اللي موجود في مسار الملف. طبعا احنا انت بتحط الملفين دول او يعني هو بيفتح الملف الايديت فايل بيفتحه في المسار اللي في المشروع بتاعك، بنمسحه. بعد كده بنعمل دوست سيستم دوت سيستم بوث، اللي احنا ايه لو نزلنا كده تحت في داله الانت هنلاقي انا عامل ايديت، بعد كده الشو، بعد كده بيعرض لنا البيانات اللي جوه. فلو مثلا احنا جينا عملنا رن، طبعا انت ممكن ايه يعني مثلا ايه ممكن تستخدم السويتش والكيس عشان تحدد مثلا هو عايز يعمل ايديت عايز يعمل شو. هندخل مو 13/12/2001 لو انتم متابعين الدرس اللي فات هتفهموا الحاجات دي. انتر اي دي ذات يو دونت، مثلا دخلنا اي دي مش موجود، مثلا احنا ما فيش عندنا اي دي ب 70 نوت فاوند، فيرجع تاني يطلب مننا الاي دي تاني. مثلا هندخل ايه قول مثلا 8 عمل سي ال اس واخد بالك. احنا ايه نرجع كده تاني بسرعه، ايوه الاقيها هنا، بنعمل سيستم سي ال اس، تلاقي توني كروس سنتر 27. طبعا هي مش يعني مش مترتبه شويه مع النيم والستيت، طبعا انا بديك الفكره بس لك انت ممكن تظبطها مع نفسك زي ما انت عايز. بندخل اي دي جديد، هندخل 8 مثلا، ومثلا عشان مثلا نقول مثلا كروس بس كروس واخد بالك، والسنتر مثلا نقول 28، بريس اني كي تو كونتينيو، بيعرض لنا بيانات تاني. لو نزلت تحت هتلاقي كروس 8، عدل في البيانات بتاعتنا. مثلا احنا عايزين مثلا ايه نعدل مثلا في لوكا مودريتش مثلا، هنخرج تاني. ممكن انت برضو تعمل اللي هو اللوب برضو انه بحيث ان هو ما يخرجش من البرنامج خالص. 13/12/2001 10 لا لوكا مودريتش مثلا، احنا هنقول ايه مثلا هنقول مثلا 10 بالك. في النيم هنا بقى تيجي بقى هنا ايه ميزه الساين دوت جيت. فاحنا مثلا لو احنا دخلنا مثلا ايه دخلنا مثلا احمد مودريتش مثلا مود ريتش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ماشي ما عندناش ماشي.
ستيت. طبعا احنا لو عملناه بالسنه العاديه هو هيقف لغايه احمد ومش هيقرا بعد كده بعد المسطره دي حاجه، لكن بالسنه دوت جيت هو بيقرا الاحمد والمدريتش مع بعض. نحط سنتر، سنتر والايدج مثلا قول 26 مثلا، زي ما انتم شايفين يا جماعه عدل في قاعده البيانات بتاعتنا خلاها احمد مودريتش 10 سنتر 26 سنه. ده كان الجزء مش عارف الثاني ولا الثالث، مش متذكر، بس يعني كان درس مفيد. ارجو ان يكونوا انتوا استفدتوا من الدرس وفهمتوا الدرس. اي حد مش فاهم اي حاجه يا ريت يكتبها لي تحت في التعليقات، ان شاء الله ارد عليه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.